طارق صالح يرسل 180 ألف ريال سعودي دعما لمدينة تعز. لنشاهد التفاصيل. وجه العميد طارق محمد عبد الله صالح اليوم بتقديم مساعدات مالية عاجلة إلى مدينة تعز لمكافحة جائحة فيروس كورونا التي عاودت إلى المدينة بشكل كبير. وأوضح الصحفي عبد السلام القيسي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية فيسبوك بأن طارق صالح وجه بالدعم إلى المحافظة قائلا: أبلغت العميد طارق محمد عبد الله صالح بحاجة تعز الماسة لإنقاذ حياة الناس لمواجهة جائحة كورونا التي عاودت وأهلكت العشرات خاصة بعد حالة الطوارئ التي أعلنتها الصحة بمدينة تعز. فوجه على وجه السرعة بمبلغ 180 ألف ريال سعودي أي ما يقارب 40 مليون يمني ونصف المليون لشراء أسطوانة أكسجين إضافة إلى توجيه بشراء وحمل كميات من البدلات الوقائية للممرضين وبدلات ومستلزمات كثيرة كدعم لتعز. وكذلك وجه بصرف مكافأة من المبلغ للعاملين في القطاع الصحي بمقدار 50 ألف سعودي لملائكة الرحمة الذين خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ حياة الناس ولهم كل تحيات القائد طارق. والمجمل العام 100 أسطوانة أكسجين سعة 40 لتر أدوات فحص بقدر 2000 شريحة وما بدلة واقية للعاملين من النوع الجيد 50 ألف سعودي مكافآت عدد 10 ألف كف عدد 10 ألف كمامة 1000 قناع واقي وجه زجاجي. هذا وقد انتهى تجهيز عمليات شراء الكميات. هذا وقد تمنى طارق عبد الله صالح للجميع الصحة والعافية.